فالله لا يهلك مجتمعا فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا، إنما يهلك المجتمع الذي ليس فيه أمر بالمعروف ونهي عن المنكر. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. مصلحون ما قال صالحون، وجود الصالحين فقط ما يكفي، لا بد أن يكون الصالحون مصلحين أيضا. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. المصلحين لهم أجر عظيم. وقد قال صلى الله عليه وسلم: طوبى للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: الذين يصلحون ما أفسد الناس. روايتان: رواية الذين يصلحون إذا فسد الناس، والرواية الثانية الذين يصلحون ما أفسد الناس. فلا يكفي أنهم يكونون صالحين. نعم الصالح ينجو في الآخرة، لكن في الدنيا إذا لم يصلح لا ينجو، إذا نزلت العقوبة عمته وعمت غيره، ولكن يبعث يوم القيامة على نيته. أما في الدنيا فتصيبه العقوبة وهو صالح. نعم.